أليساندرو تونالي، هل هو مكسب أم مقلب؟ من هو تونالي؟ تونالي هو لاعب إيطالي شاب يلعب كوسط ديفنس ميدفيلدر، وسط مدافع أو يلعب حتى ريجيستا ام سي، وسط يعني محور. لاعب صغير وموهوب جدا جدا، ويلعب ببريشا من عمره 17 سنة، 3 سنين صار يلعب ببريشا. كان يستدعى حتى للمنتخب الإيطالي من حتى لما بريشا كان بالدرجة الثانية. يتميز هو عنده يعني نقاط القوة، عنده الكي باسز والكرات الثابتة. هل تونالي لاعب سوبر؟ لا، أكيد مو لاعب سوبر. هذا الشيء يعتمد على بيولي، كيف راح يستخدمه بالملعب، كيف راح يوظفه بالطريقة الصح، بأي مركز راح يشركه. هاي كلها تعتمد على المدرب اللي راح يستخدم هاللاعب. هو كلاعب لاعب سكيلز عالية، عنده بوتنشل، موهوب جدا، ممكن جدا ينفجر ويكون سوبر. طبعا نرجع نقول هو لاعب صغير ومع ذلك يلعب بأحد أكبر المنتخبات العالمية اللي هو الأتزوري. يعني والله ما عم نحكي لاعب دولي بجزر هاواي ولا الهونولولو، لاعب بالأتزوري ولاعب بمركز مهم جدا وحساس. طيب اللاعب يشبه بيرلو؟ والله إذا نحكي على تسريحة الشعر يشبه بيرلو، إذا نحكي على المنشأ اللي بدأ من نادي بريشا هو بيرلو، نعم بدأوا من سوا من بريشا، بس كستايل لعب ولا يمثل بيرلو بصلة أبدا، غير ستايل. طبعا بيرلو هذا ستايل هيك يونيك، يعني ماله شبيه حتى الآن، ما يشبه بيرلو. حتى هذا الحكي طبعا مو كلامي أنا، كلام أندريا بيرلو بذات نفسه، أنه يعني تونالي ما يشبه أسلوبي باللعب. نجي على سعر اللاعب. طبعا غالبا لسه ما تأكد 100%، بس راح تكون قيمة الصفقة بين 25 و30 مليون، وبهذا الرقم هي تعتبر صفقة لقطة بالنسبة لميلان. طبعا هذا الرقم حتى صارت عليه مزايدة بين الانتر وميلان في حال وصل. اللي متعود على يعمل هالمزايدات تشيلينو هذا لما يعني عملها قبل بميلان والانتر مع بعض بعام 2007، لما زايد على الهندوراسي ديفيد سوازو. طبعا هذا الكلام قديم لما كان رئيس نادي كالياري. نجي على الجزء الأهم بالفيديو، بما أن تونالي راح يوصل لميلان، وأنا عندي بميلان بالناصر، عندي كيسي، ممكن جدا يجي بكايوكو، صار عندي تقريبا 4 محاور. السؤال هو هل سيغير بيولي من خطة الناجحة اللي كان يلعب فيها ما بعد الكورونا؟ كان يلعب بارتكازين اللي هم بالناصر وكيسي. في حال أجت تونالي أكيد يعني ما راح يطلع لا كيسي احتياط ولا بالناصر احتياط، والأرجح والأقرب أنه راح يصير يلعب بخطة 4-3-3 أو خطة 4-3-2-1 اللي هي مشتقاتها يعني. فهل راح يغير بيولي خطة ناجحة؟ طبعا نعرف 4-3-3 بدها يعني الأجنحة الهجومية على مستوى معين، يعني مو أي لاعب جناح أو أصله أو لعب جناح تمشي مع الأمور بخطة 4-3-3. فهون هاي بيولي أدرى فيها وأعرف فيها. ممكن جدا من حيث الأخبار والإشاعات بارتباط ميلان بدياز من ريال مدريد، ممكن بيولي بفكره أنه بده يغير الرسم التكتيكي لميلان. كل هاي الأسئلة أجوبتها راح تكون بعد انتهاء الميركاتو، ولما يبدأ الدوري، ولما نشوف بيولي يلعب بأي خطة. أنت كمشجع لميلان وكمتابع للكالتشيو بدي رأيك الشخصي. أول شيء أنت مع الصفقة؟ هل ميلان بحاجة لتونالي؟ كيف راح يلعب تونالي؟ بأي مركز راح يلعب؟ ريجيستا راح يلعب بوكس تو بوكس؟ راح يخترع له مركز معين بيولي؟ بالإضافة هل أنت مع تغيير بيولي للخطة الناجحة اللي يعني سحق فيها ميلان منافسي ولا لا؟ أعطيني رأيك بالتعليقات وراح نتشارك بالمناقشة إن شاء الله. كان هذا فيديو سريع عن تونالي. لا تنسى إن أعجبك الفيديو الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة الفيديو في حال أعجبك، ما أعجبك خلاص اتركه.
ونلقاكم إن شاء الله بفيديو جديد. تحياتي لكم.